بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى ولي كل نعمة، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الرحمة، رضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا رب العالمين. استوقفتني منذ أيام أبيات للإمام الشافعي يرحمه الله تعالى، فيها عبرة، فيها عظة، فيها نصيحة، فيها توجيه. هما بيتان ولكنهما جليلان. وقد كان الشافعي رحمه الله تعالى شاعرا بليغا، حفظ في أول حياته 10,000 بيت من الشعر ليصحح لغته، عشان ينطق بشكل صح، ليفهم القرآن، ليفهم الحديث، ليصحح نطقه. حفظ غيبا 10,000 بيت من الشعر. قد خرج إلى البادية فعاش فيها مدة، وحفظ من أهل البادية في ذلك العصر، كان لسانهم لا يزال عربيا فصيحا. المهم، يقول فيهما: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. حقيقة والله إنهما لمؤثران جدا، ولا يقولهما كما يفعل بعضنا، يعني يتظاهر بالتواضع، لا، يقولهما صادقا: أحب الصالحين ولست منهم. قال يعني هو سيء، هو لا يعتقد نفسه أنه صالح، وكذا كل صالح حقيقي لا يعتقد نفسه أنه صالح. وعلى رأس هؤلاء ماذا أقول؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، ظاهره وباطنه. سبحان الله، أنت الذي قال لك ربك يا نبي الله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني غفر لك، تقول كل هذا؟ نعم، لأنه يعتقد في نفسه أنه مقصر في جنب الله. كل صالح حقيقي هذا اعتقاده في نفسه. فإذا ضحك علي وعليك الشيطان وعلى غيرنا فقال لك: ما شاء الله عليك، كل ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. قل: وما بكم من نعمة فمن الله، وإلا فإن مزالق الشيطان في هذه القضايا من أخطر ما يكون. قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم. قال: لماذا تحبهم إذن؟ قال: لعلي أن أنال بهم شفاعة. سبحان الله، ما أكرم أن يكون أحباب الإنسان من الصالحين، وما أرذل أن يكون أحباب الإنسان من المنحرفين. لكم أحزن على إخوة من الشباب ومن الكبار، من الرجال ومن النساء، قلبه مفتون بالضالين، معلق قلبه بهؤلاء. هناك فرق بين أن مثلا أعيش أمور الدنيا وأتأثر بهذا يسيرا وهذا يسيرا، وبين أن يكون قلبي من الداخل معلقا ومحبا ومتوجها لغير الصالحين. فرق كبير بين هذا وذاك. من أمثلة هذا التعلق الذي لا ينبغي للمسلم أن يكونه، أن نسمع إنسانا شابا أو كبيرا يقول: هذا اللاعب الرياضي يا الله شاد بحب اللعب، يا الله شاد بحب. لك ما هذا التعلق؟ نرى ونسمع عبر وسائل الإعلام أيضا فتيات في مقتبل العمر وفتيانا: المطرب الفلاني، يعني كذبا، زورا، بهتانا، صدقا، هذا أمرهم، هم يعرفونه، مهم يموتون عليه بتعبيرهم، اموتوا معهم. صحيح، المرء مع من أحب يوم القيامة. لك أين الثريا من الثرى؟
بالله عليك لا تعلق قلبك بغافل. أعود فأقول في فرق بين إنسان كلنا خطاء، كلنا قد يعني يسمع شيئا، قد أقول خطأ، ولكن قد يسمع لإنسان يغني إيه سمع بس قلبي ما متعلق فيه. قد أرى أحيانا بعض الشباب مباراة في الرياضة ولكن ليس قلبي وروحي وعقلي وتفكيري كله معلق بهذا اللاعب. لا 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 لا، هؤلاء لا أرجو بهم شفاعة، هؤلاء فليشفعوا لأنفسهم إن استطاعوا. أنا أعلق قلبي بأمثال الغافلين. لماذا وأنا مسلم أعزه الله، أعني جميعا لما أقول أنا أعني كل إنسان منا، لماذا الآخر قلبه معلق بزوجته تراه يخضع لها بكل ما طلبت في حلال أو في حرام، الثالث قلبه معلق بأولاده. أعرف أخا سافر أحد أولاده فاجتمعت به قلت يسر الله أمره كذا، بكى بكاء مريرا شديدا. طيب بعد مدة لما خف الأمر علي سألته زوجتك بكت مثل هذا البكاء؟ قال لا أنا بحب أولادي أكثر. سيقول لي قائل في حدا ما بحب أولاده؟ لا ما في أحد، وإلا كان حجرا لم يكن إنسانا. ولكن لو قدر الله أن يأخذ منك هذا الولد إيش سيصير؟ دينك سيذهب أم عقلك سيذهب؟ أيهما اختار؟ أيهما؟ أعطاك إياه وسلبه منك، الذي أعطاك إيش سيصير فيه؟ لا تحلق قلبك كثيرا بأمور الدنيا مهما كانت مهما كانت. بعض الإخوة المال أيضا تراه يستيقظ وينام ويرى في المنام المال ويعد على أصابعه أصابع يديه ورجليه وتفكيره في الصباح والمساء والظهر بعد الظهر، المال 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 المال، لا يوجد شيء غير المال، روحه فداء المال، لا المال فداء روحه، روحه فداء المال. يا الله أيضا ما أعجب هذا، روحه فداء المال وليس المال فداء روحه. الإنسان العاقل يجعل المال فداء لروحه ينتفع به، لا هو روحه فداء المال. أين هذا من لعلي أن أنال بهم شفاعة، من أن تحب رجلا صالحا فيشفعه الله فيك يوم القيامة؟ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. من الذي يأذن الرحمن له؟ رجل فاسد فاجر منحرف، امرأة منحرفة، أذن له الرحمن هذا عبد صالح تقي نقي، فإذا علقت قلبك به لعله يكون شفيعا لك يوم القيامة. ثم قال وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في المضاع. أنا لا أكرهه لذاته، أكره لأن بضاعته معاصي. فكما قلت كيف تعلق قلبك بإنسان شأنه ديدنه ليل نهار الغفلة عن الله، قلبك دائما معه، تفكيرك دائما معه، كيف ترضى لنفسك أنت المسلم الكريم الذي أعزك الله بالقرب منه، الذي أعزك الله بأن تضع جبهتك بين يديه، أن تعلق قلبك بإنسان غافل بعيد عن الله ولو كان منك قريبا، قرابة نسبية أو صداقة أو رحما أو غير ذلك، كيف تعلق قلبك به كل هذا التعلق؟ سبحان الله. حدثني بعض الناس قديما قال عرفت رجلا تعلق بامرأة، المرأة والعياذ بالله راقصة، قال لي كان يذهب إليها، غفر الله لنا وللمسلمين، أنا أسوق القصة للعبرة، قال لي والعياذ بالله يسكب الخمر في حذائها ويشربه. تخيل بالله عليك، الله أكبر، الله ربي ولم أشرك به أحدا، ولكن أقول دائما أسأل الله العافية، أنا أقول للعبرة لأنه كل إنسان معرض لنا للبلاء، لكن أقول أسأل الله العافية. وبالمقابل احذر أن تعلق قلبك بشيء من الدنيا يكلك الله إليه، وكلك الله له، للمال، للبيت، للسيارة، لابنك، لجارك، لصديقك، لمغنٍ، للاعب، لما أدري إيش، احذر احذر احذر. فليكن هذا القلب مع الله تعالى ومع أحبابه، ومع أحبابه، هؤلاء ينفعون بإذن الله في الدنيا والآخرة.
الصالحون في الدنيا يدلونني ويرشدونني على طاعة الله، وفي الآخرة إن أكرم الله تعالى العباد المؤمنين يأذن لهم بالشفاعة فيشفعون لي. أمثال هؤلاء يحبون يا أيها الكرام، يحبون. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا غابوا عن رسول الله يوما يأتون وقد يعني تقطعت أجسادهم وقلوبهم شوقا لرؤيته. جاءه يوما صحابي كريم فقال وهو كاسف البال حزين، فقال يا نبي الله، قال ما سأله ما لك؟ قال يا نبي الله إني في الدنيا أراك كل يوم، فإذا كنت في الآخرة وأكرمني الله تعالى فدخلت الجنة، يعني إذا دخلت الجنة فأنت في عليين وأنا من أنا؟ وين أنا وين أنت؟ فكيف أراك؟ قال فلم يلبث حتى تلا رسول الله وقد أنزل الله تعالى عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أكرم أن أحب الصالحين، ما أكرم أن يكون هذا القلب معلقا بأهل الإيمان، ما أكرم أن يكون هذا القلب متوجها لأهل الصلاح، ما أرقى هذا القلب، وما أدنى قلبا معلقا بسفاسف الدنيا أو بأشخاص منحرفين عن طاعة الله. اللهم إنا نسألك أن تعلق قلوبنا بك وبمن تحب، والحمد لله رب العالمين.